كيف نتحصل وكيف نحصل على البركة في العمر؟ البركة في العمر بس؟ لا، ده احنا عايزين البركة في العمر، وعايزين البركة في المال، وعايزين البركة في الأولاد، وعايزين البركة في كل حياتنا. قالوا أول شيء علشان نحصل البركة الدعاء، لأنه اللي يملك البركة هو مين؟ الله عز وجل. فإحنا بنقول له يا رب بارك في أعمارنا، اللهم بارك لي فيما أعطيت. جزء من دعاء القنوت اللي علمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، إلى آخر الدعاء المبارك. فإحنا بنستمد البركة من من؟ من الله عز وجل. بندعو الله عز وجل بالبركة. البركة في إيه كمان؟ قالوا البركة في الزوجة مثلا. إحنا بندعي للزوجين ونقول إيه؟ اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. والإنسان عندما يستخير واللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، ثم بارك لي فيه. المهم البركة، المهم البركة، إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك في السعي، ويبارك في سعيي وأنا أسعى لطلب العلم، وأنا أسعى للتفوق، وأنا أسعى لطلب الرزق. شوف الشاعر الحكيم يقول إيه؟ إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. صحيح أنا بجتهد، بس بقول يا رب بارك في الاجتهاد ده، لأنه كثير من الناس اجتهدوا قبلك ولم يصلوا، فليه لم يبارك لهم؟ فعايزين ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا، فبنقول له يا رب بارك لنا، بنلتمس البركة من الله سبحانه وتعالى. قالوا كذلك من الـ يعني الأشياء اللي فيها بركة ونستمد منها البركة القرآن الكريم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. شوف القرآن كتاب مبارك، كل من اتصل به بارك الله عز وجل له في عمره وفي حياته، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. قالوا كذلك الامتثال لأوامر الله عز وجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات من السماء والأرض بالإيمان والتقوى، بالإيمان آمنوا واتقوا. قالوا كذلك من أسباب البركة الاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، اللي حيعيش حياته متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام يبقى هذا العمر فيه بركة. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر الله تعالى كثيرا، وذكر الله تعالى سبب البركة. كل ما تيجي تعمل حاجة تقول بسم الله، واسم الله تعالى لا يذكر على شيء قليل إلا كثره، ولا على شيء عسير إلا يسره. فالإنسان يذكر الله عز وجل كثيرا لتحل البركة. تبارك اسمك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء الاستفتاح كده، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. تبارك اسمك، اسم الله تعالى اسم مبارك لا يذكر على شيء إلا وحلت فيه البركة. ولذلك علمنا أن احنا نقول بسم الله عند الطعام، بسم الله عند الشراب، بسم الله عند كل أمر من أمور حياتنا، يذكر الإنسان اسم الله تعالى ليبارك الله عز وجل له في هذا العمر. قالوا كذلك أكل الحلال، الإنسان إذا أكل الحلال وأطعم أولاده من الحلال حلت البركة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ المال بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. المهم أنك تأخذ المال بحقه، أنك لما تقبض مرتب تبقى اشتغلت بالمرتب، لما تعمل صنعة تتقن هذه الصنعة عشان اللي تاخده يبقى بحق.
انك ما تمدش ايديك للحرام، لانك لو مديت ايديك للحرام ربنا سبحانه وتعالى مش هيبارك في هذا المال. يبقى من اسباب البركه اكل الحلال، ومن اسباب اكل الحلال الصدق في البيع والشراء، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما. لو كل واحد منهم هيكذب والراجل البايع يكتم عيب السلعه ويغش، يبقى محقت البركه من البيع. فلو عاوزين البركه يبقى نحاول قدر المستطاع ان احنا نكون صادقين. ثم قالوا كذلك ان احنا نرضى بارزاقنا، الرضا بما رزق الله عز وجل، وان الرضا لا يخالف الطموح، مش ضد الطموح. انا عندي طموح ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني ويوسع علي ويعلي درجتي، لكن انا راضي برزق الله سبحانه وتعالى لي. ان الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما اعطاه، فمن رضي بما قسم الله عز وجل له بارك الله له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له. يبقى الرضا بيجيب البركة. ومن أسباب البركة في العمر إكرام الكبير، إن الإنسان يحترم من هو أكبر منه سنا، ويحترم من هو أكبر منه قدرا وعلما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم، البركة في احترام الكبير، في احترام كبار السن، بر الوالدين علشان نلتمس البركة ويبقى أعمارنا فيها بركة. من سره أن يزاد له في رزقه، وأن يعني يبارك له في عمره، أو أن ينسأ له في عمره أو في أجله، فليبر والديه وليصل رحمه. طريق البركة في العمر وفي الرزق وضح علينا النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال، أنه صلة الرحم وبر الوالدين دول يأتوا بالبركة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. يبقى من أسباب البركة احترام الكبير، إنك تجل الكبار في السن أو في القدر وفي العلم وفي المنزلة. البركة مع أكابركم، اللي عايز ربنا يبارك له في عمره يبر والديه ويصل رحمه. قالوا كذلك إنك تملأ عمرك بالعبادة لله عز وجل. عايز بركة في العمر، عليك بالصلاة وعليك بعبادة الله عز وجل، وخلي دايما حياتك مرتبطة بالعبادة. ما تخرجش من بيتك إلا وانت متوضي، علشان منين ما الصلاة تحضر تبقى جاهز لعبادة الله سبحانه وتعالى، وما تكونش الصلاة ثقيلة عليك. والوضوء ده نفسه فيه بركة، والصلاة نفسها فيها بركة. نشتغل ثم إذا حضر وقت الصلاة فرغنا دقائق للصلاة، ثم استعنا بالله عز وجل ونحن في الصلاة، ثم وصلنا العمل، فيبارك الله عز وجل في العمل الذي قبل الصلاة، ويبارك في العمل الذي بعد الصلاة. عمر بلا عبادة عمر لا بركة فيه. والعمر اللي الإنسان يعيشه ويجتهد فيه إنه هو يعيش حياة كريمة في الدنيا ويحصل فيه جنة عرضها السماوات والأرض، يبقى عمر فيه بركة ويبقى من المفلحين. لكن العمر اللي الإنسان يعيش فيه فيمشي ورا شهواته ويضيع فرائض ربنا ويرتكب المعاصي، وخلال العمر ده يضيع فرصة الجنة ويروح النار، يبقى عمر لا بركة فيه. ولذلك ربنا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان اللي يعيش مدة من العمر ويضيع فرصة الجنة ويمشي ورا شهواته لدرجة إنه يروح النار في المسافة دي بس كده، يضيع الجنة، يبقى خسران كبير، لأنه ضيعها بمعصيته لله عز وجل. والإنسان اللي يعني يستثمر عمره في طاعة الله عز وجل فيسعد في الدنيا ويعيش راح مستريح البال، وفي الآخرة ينال الجنة،
يبقى العمر ده مليء بالبركة. سيدنا ابن عطاء الله السكندري لخص هذا الذي نقوله في هذه الحكمة المباركة فيقول لنا: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده. ثم يقول: من بورك له في عمره استطاع أو رزقه الله سبحانه وتعالى من المنن في هذا العمر القليل ما لا يدخل تحت العبارة ولا تأتي به الإشارة أو كما